لأننا نؤمن بشبابنا، لأننا نؤمن بمستقبل أفضل، لأننا نؤمن بالتعليم التقني. أنشأنا جامعة الحسين التقنية لتقديم تعليم يعزز من المهارات الأساسية والتخصصات التقنية المطلوبة لأسواق العمل المحلية والعالمية، ولإنشاء جيلاً تقنياً متميز تملأه قصص النجاح. نؤمن بالتعليم التقني لأنه قاطرتنا للابتكار والإبداع وأداتنا لتحقيق الرؤى الوطنية. وفرنا بيئة تعليمية تقنية متميزة تحفز الطلبة على المشاركة في صنع مستقبلهم، وقدمنا برامج نوعية وخطط دراسية قادرة على مواكبة مستجدات التكنولوجيا ومهارات القرن 21. لأن أبناءنا يستحقون الفرصة التي تمكنهم من أن يتعلموا ويبدعوا، وفرنا لهم أحدث المشاغل الهندسية والمختبرات العلمية بالشراكة مع القطاع الصناعي والخاص. ولأننا نؤمن بالريادة والابتكار، أنشأنا مركزاً للتميز وحاضنة أعمال تستقطب الأفكار والشركات الناشئة والمبتكرة، وتحضن 21 شركة أردنية ناشئة. ندعمهم ونهيئهم لمواجهة تحديات الحياة وإقامة أعمال ناجحة وتوفير فرص عمل. ولأننا نؤمن بمجتمعنا الفتي، عملنا على خدمة المجتمع من خلال توفير برامج تدريب تقنية متخصصة تستهدف الشباب الجامعي الباحث عن فرص عمل، والتي استفاد منها أكثر من 130 طالب وطالبة. نشجع على الفهم والتفكير لا التلقين، ونجمع بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق والتحليل والتخطيط، ونفتح آفاقاً رحبة أمام أبنائنا. جامعة الحسين التقنية، المستقبل يبدأ هنا.